يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، نشكره ولا نكفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورسولنا محمدًا عبد الله ورسوله، هو خير من صلى وصام، فكان مثالًا للطاعة والامتثال، كان عبدًا شكورًا يصلي النهار ويقوم الليل، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفتح من جديد هذه السلسلة من دروس الفقه والتفقه في أبواب العبادات، وبالتحديد باب الصلاة الذي قطعنا فيه شوطا كبيرا ونكاد أن ننهيه إن شاء الله تعالى. تناولنا من خلال هذا الباب العديد من المباحث، مباحث كثيرة، ومما تناولناه في الحصة الماضية السهو في الصلاة. في الواقع احنا منذ أسبوعين شرعنا في تناول مبحث السهو في الصلاة، والسهو هو أن يسهو، أن ينسى الإنسان الذي يصلي شيئا من صلاته فينقص شيئا من الصلاة أو يزيد شيئا من أعمال الصلاة، طبعا لأن الزيادة من غير أعمال الصلاة تبطل الصلاة، لكن إذا زاد شيئا من أعمال الصلاة كمن زاد ركعة أو سجدة أو قرأ سورة في ركعة ثالثة أو رابعة أو لم يجلس التشهد إلى غير ذلك ربما من الصور، من فعل هذا نقول أنه قد سهى في صلاته. ورأينا كيفية إصلاح الصلاة في كل صورة من صور السهو، ومما تناولنا في الحصة الماضية ما يلي: السهو عن ركعة كاملة أو أكثر، وبينا أن من سهى عن ركعة أو أكثر هو مطالب أن يتم صلاته وأن يأتي بالركعات التي فاتته أو سهى عنها. كذلك تكلمنا عن سهو الإمام، ومن ذلك ترك الإمام للجلوس الأول، الجلوس للتشهد الأول، ورأينا كيف يصح الإمام. كذلك رأينا من الأخطاء التي ربما يرتكبها الإمام، وهو الجلوس في الركعة الأولى أو الثالثة بعد أن يؤدي الركعة الأولى، عوض أن يقوم للثانية يجلس الإمام ليتشهد، وليس هناك تشهد بعد الركعة الأولى، ليس هناك تشهد بعد الركعة الأولى، فهذا خطأ وهذه زيادة. أو أن يجلس كذلك للتشهد بعد الركعة الثالثة وليس هناك تشهد بعد الركعة الثالثة، طبعا في الصلاة الرباعية، نتكلم الصلاة الرباعية. أو أن يترك الإمام سجدة، نعرف في كل ركعة هناك سجدتين، قد ينسى الإمام ويسهو فيسجد سجدة واحدة ويقوم للركعة الموالية، كذلك تنقيص سجدة أو يزيد سجدة، أيضا أن يسجد السجدتين زيادة ثالثة.
أو أن يقوم الإمام لركعة خامسة. هذه صور أيها السادة وغيرها كثير من الصور التي قد تقع للإمام أو للمأموم في الصلاة، فنقول هنا أن الإمام أو المأموم قد سهى، قد ارتكب خطأ في صلاته، قد زاد أو قد نقص، وبالتالي هو مطالب أن يصلح هذه الصلاة بالكيفية التي رأيناها في الحصص السابقة، ولا يخرج من صلاته ولا يبطل عمله، لأن ربي سبحانه وتعالى أمرنا وقال ولا تبطلوا أعمالكم، فهذا عمل قصدت به وجه الله وشرعت فيه، صحيح أنك قد ارتكبت خطأ، هذا الخطأ يمكن تجاوزه وتداركه وإصلاحه، فنصلح الصلاة أولى من أن نخرج منها ثم نعيدها. إذن سهو الإمام نقول فيه كل ما قلناه في الحصص السابقة عن صور السهو التي هي تنطبق إما على الفذ الذي يصلي وحده أو على الإمام. أما بالنسبة للمأموم فالمأموم كذلك يمكن أن يسهو وهو مع إمامه، هذا وارد. فإن سهى المأموم وراء الإمام عن أي عمل من أعمال الصلاة فإن الإمام أو عمل فإن عمل الإمام يجزئه ويحمل عنه الإمام أخطاءه في الصلاة ونسيانه في الصلاة أو زيادته في الصلاة، ما عدا، هناك استثناء، ما عدا خمس أشياء لا يحملها الإمام عنك، وهي كما ذكرناها في الحصة الماضية النية، بارك الله فيك، لا يحملها الإمام عنك، فلا بد أن تنوي صلاتك، أي أن تستشعر الصلاة التي أنت بأداء أو بصدد أدائها. ثانيا تكبيرة الإحرام، وهذه كذلك لا يحملها عنك الإمام، فلا بد أن تكبر وإلا فإنك تكون لم تدخل في صلاة وليست لك صلاة. ثالثا الركوع، فمن لم يركع مع الإمام فإن الإمام لا يحمل عنك هذا النقص، وعليك أن تتداركه كما رأينا في الحصة الماضية، إن أمكن أن تركع وتلحق بالإمام فيا حبذا، وإن لم يكن ذلك ممكنا تتم الصلاة مع الإمام ثم تأتي بركعة أخرى بعد أن يسلم الإمام لتكمل صلاتك، لأن الركعة بدون ركوع تلغى، ثم تأتي بسجود بعدي لأنه أصبحت عندك زيادة. نعم. رابعا السجود، الإمام لا يحمل عنك السجود، فإذا لم تسجد مع الإمام فتلك الركعة تعتبر ملغات. وأخيرا السلام، تسليمة التحليل. إذن هذه خمسة أعمال من أعمال الصلاة لا يحملها عنك الإمام: النية، تكبيرة الإحرام، الركوع، السجود، تسليمة التحليل. باقي ذلك فإن الإمام يحمل عنك، فعندما تقف وراء الإمام ولم تقرأ الفاتحة ولو كنت متعمدا، أو لم تقرأ السورة في الركعة الأولى والثانية ولو كنت متعمدا، أو أنك لم تكبر أي تكبيرة في كل الركعات، طبعا ما عدا تكبيرة الإحرام هذه لابد منها، لم تكبر أي تكبيرة، أو لم تأتي بالتحميد، فصلاتك صحيحة، فتركع مع الإمام وترفع معه وتسجد معه وتجلس معه وتقوم معه دون أن تقرأ فاتحة ولا سورة ولا تكبر التكبيرات في كل الركعات، فصلاتك صحيحة، فهذه يحملها عنك الإمام. قال وإن كنت متعمدا في ذلك. ما عدا هذه الخمس أشياء لا يحملها الإمام عنك. وهذا ما رأيناه في الحصة الفارطة. نواصل اليوم إن شاء الله أخوة الإيمان، وما زلنا نتكلم عن السهو في الصلاة.
فهو تقريبا هذه الحصة الثالثة الأسبوع الثالث نتكلم عن السهو في الصلاة، باش تعرفوا قيمة هالباب هذايا، هالمبحث هذايا عفوا، المبحث مبحث السهو في الصلاة مبحث هام، لأنه الكثير من الناس تخطئ في صلاتها ويصلح بكيفية وبأخرى بحيث يفسد صلاته، تفسد صلاته وتكون صلاته باطلة. اليوم إن شاء الله سنتناول فيما يتعلق دائما في مبحث السهو في الصلاة أحكام أخرى، وأبدأ بالحكم الأول وهو أحكام المسبوق. أحكام المسبوق، المسبوق له أحكام خاصة به، لكن بداية من هو المسبوق؟ المسبوق هو المأموم الذي جاء إلى الصلاة ووجد الإمام قد كبر وشرع في صلاته. إذا كبر الإمام ودخل في الصلاة سواء ما زال في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة فأنت أصبحت مسبوقا، مسبوق أي سبقك الإمام بأعمال الصلاة. فإذا وجدت الإمام في أي صورة كانت عليك أن تدخل معه، فإن وجدته راكعا في الركعة الأولى، هذه الصورة أولى، وجدت الإمام راكع ركوع الركعة الأولى وما زال راكعا ووصلت أنت إلى الصف وكبرت تكبيرة الإحرام ثم كبرت للركوع وركعت والتحقت بالإمام وهو راكع، فنقول لك إذن قد انعقدت ركعتك وقد حصلت على الركعة مع الإمام، وهذه الركعة يعتد بها تعتبر صحيحة. لكن إذا لم تلحق بالإمام في ركوعه فنقول أن تلك الركعة قد فاتتك. وإحنا مش نتناول الصور هذه صورة صورة وحالة حالة، نبدأ بالصورة الأولى في أحكام المسبوق. مسبوق وجد الإمام راكعا كما بينت منذ حين، وجدت الإمام راكعا ركوع الركعة الأولى أو ركوع أي ركعة أخرى، أنت ربما لا تدري في أي ركعة هو الإمام الآن، فتكبر من قيام كما قلت، تصل إلى الصف وتكبر من قيام وتركع مع الإمام. فإن ركعت قبل أن يرفع الإمام فتلك ركعة صحيحة يعتد بها. إذا بدأ الإمام يرفع من الركوع ولكنه ما زال لم يعتدل، ما زال هو بأثناء بصدد القيام وأنت ركعت يعني أتممت ركوعك، فنقول لك هذه الركعة يعتد بها وتعتبر قد حصلت على الركعة وتعتبر قد ركعت مع الإمام وهذه الركعة صحيحة. أما إذا اعتدل الإمام وقف وأصبح معتدلا وأنت ما زلت لم تهوي، فنقول لك هذه الركعة لا يعتد بها وتصبح ركعة باطلة ولا تعتبر صحيحة ولا تحتسب. إذن علينا أن نقدر هل أتم الإمام رفعه من الركوع واستوى قائما أم لا، لأنه كثير من الناس يلحق الله أكبر الصلاة ويحاول أن يركع لكن الإمام قد انتصب قائما، فبالتالي هنا هذه الركعة لا يعتد بها، لابد أن تتأكد من أنك قد ركعت والإمام ما زال لم يرفع أو أنه بصدد الرفع لكنه في كل حالات ما زال لم يستقم ولم يعتدل واقفا. وإلا إذا كنت على شك عليك أن لا تعتد بتلك الركعة. هذا الصورة الأولى في الركعة الأولى. صورة ثانية، مسبوق بركعة كاملة، يعني أنت دخلت ولحقت بالإمام فوجدت الإمام قد رفع رأسه من ركوع الركعة الأولى واعتدل قائما، أو أنك وجدته في سجود الركعة الأولى، أو أنك وجدته قد رفع أو قد قام للركعة الثانية وهو يقرأ الفاتحة، أو أنك وجدته في الركعة الثانية يقرأ السورة، إذن
في كل هالسور هذه أنت نقول لك قد فاتتك الركعة الأولى، فأنت مسبوق بركعة، فتدخل مع الإمام في الصلاة تكبر من قياما وبكل هدوء دون أن تجري ودون أن تتلهف، كما بين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فتكبر وتدخل مع الإمام. فما بعض خيان يلحق يلقى الإمام في السجود فيبقى واقفا ينتظر، لا، هذا ليس، هذا تصرف غير سليم. كبر من قيام وكبر للسجود وانزل مباشرة ساجدا معه، واسجد معه السجدة الأولى والثانية ثم قم معه للركعة الثانية. وهنا لكنك عليك أن تعلم أنك لم يعني ركعتك الأولى قد فاتتك، لكن عليك أن تتبع الإمام حتى وإن سجدت معه فركعتك قد فاتتك، تفوتك الركعة إذا رفع الإمام من الركوع واستوى قائما معتدلا. إذن تدخل مع الإمام على أي حالة من الحالات التي ذكرتها وتواصل صلاتك مع الإمام، ثم لما ينهي الإمام صلاته ويسلم بعد التشهد الأخير أنت لا تسلم لأنك مسبوق بركعة، فاتتك ركعة، أنت صليت ثلاث ركعات في صلاة رباعية، أو أنك صليت ركعتين في المغرب، أو أنك صليت ركعة في الصبح، مسبوق بركعة. وبالتالي هنا عندما يسلم الإمام لا تسلم وتقف مباشرة وتأتي بركعة أخرى بدل الأولى التي فاتتك. فإن كانت صلاة صبح أو عشاء أتيت بركعة واحدة بالفاتحة والسورة جهرا، لأن الركعة الأولى في الصبح وفي العشاء وفي المغرب تؤدى جهرا بالفاتحة والسورة. وإن كانت الركعة التي فاتتك الأولى في صلاة الظهر أو عصر تقف فتأتي بركعة واحدة بالفاتحة والسورة سرا، ثم تتشهد وتسلم، وبهذا تكون قد أتممت صلاتك وأنهيت صلاتك وتؤجر على ذلك، تؤجر على ذلك. إذن هذا مسبوق بركعة واحدة. الآن الصورة الثانية، مأموم مسبوق بركعتين، فاتته ركعتان. هنا سنفصل، فاتتك ركعتان في صلاة رباعية ظهر عصر عشاء، أو في صلاة المغرب اللي هي صلاة ثلاثية ثلاث ركعات، فهذا فيه تفصيل. وأنت مسبوق بركعتين، يعني فاتتك الركعة الأولى والثانية. إن كانت الصلاة رباعية، صلاة ظهر أو صلاة عصر أو صلاة العشاء، وفاتتك الركعة الأولى والثانية، تصلي مع الإمام ما أمكن، يعني الركعة الثالثة والرابعة، ولما يسلم الإمام تقف مباشرة ولا تسلم، وتقف وتأتي بركعة أولى بالفاتحة والسورة جهرا إذا كانت الصلاة هي صلاة العشاء، ثم ركعة ثانية في جرتها كذلك بالفاتحة والسورة جهرا، ثم تجلس وتتشهد وتسلم. إذن إذا كان صلاة عشاء فاتتك الركعة الأولى والثانية وهما ركعتان تؤديان بالفاتحة والسورة جهرا، فتقوم بعد سلام الإمام وتأتي بركعتين متتاليتين بفاتحة وسورة جهرا ثم تتشهد وتسلم إذا كان عشاء. إذا كان الصلاة ظهر أو عصر وفاتتك الركعة الأولى والثانية، أنت مسبوق بركعتين، بعد أن يسلم الإمام لا تسلم وتقف، فتأتي بركعتين متتاليتين مع بعضهم، واحدة بجرة واحدة، بالفاتحة والسورة سرا، لأن الصلاة النهارية تؤدي سرا، ثم تتشهد التشهد الأخير وتسلم، ولا شيء عليك بعد هذا. هذا إذا الصلاة رباعية، يعني ظهر عصر مغرب عشاء صلاة العشاء. وهنا ما ثمش حتى فرق، فقط الفرق هو الجهر والسر،
في العشاء نعمل الجهر، وفي الظهر والعصر نعمل السر، لكن في كلا الحالتين تصلي ركعتين بالفاتحة والسورة. الآن مسبوق بركعتين لكن في صلاة مغرب، صلاة ثلاثية، وفاتتك الركعة الأولى والثانية، إذن أنت صليت، أنت صليت مع الإمام الركعة الثالثة، والركعة الثالثة صليتها بالفاتحة فقط وسرا، ثم أتيت بتشهد بعد تلك الركعة، هذيك الركعة الثالثة، فاتتك الركعة الأولى والثانية، وهما ركعتان تؤديان جهرا بالفاتحة والسورة. إذن أقول حصلت على ركعة مع الإمام، أتيت بتشهد مع الإمام، سلم الإمام، أنت لا تسلم بل تقف، فتصلي ركعة أولى بالفاتحة والسورة جهرا، وتركع وتسجد وتجلس لتتشهد، تأتي بتشهد، ثم بعد ذلك تقوم بعد التشهد تأتي بركعة أخرى بالفاتحة والسورة جهرا، ثم تجلس فتتشهد. الصورة هذه مع صلاة المغرب عندما تكون مسبوق بركعتين تولي ثلاث ركعات مش تصليهم، بعد كل ركعة تشهد، الركعة الثالثة مع الإمام بعد تشهد نزيد ركعة بالفاتحة والسورة جهر وتشهد. تقول لي لواش نعمل تشهد هنا؟ تعد ما نجيبها من الاثنين نعمل تشهد هنا؟ لا، القاعدة ماذا تقول؟ التشهد بعد ركعتين. أنت حصلت على ركعة مع الإمام وزدت ركعة وحدك، أصبحت عندك ركعتين، تأتي بالتشهد ثم الركعة الأخرى وتتشهد. هذه الصورة بالنسبة للمغرب تؤدى الركعات، كل ركعة واحدة وكل ركعة بعدها تشهد، هذا إذا كنت مسبوقا بركعتين في صلاة المغرب. إن شاء الله المسألة تكون واضحة. إذا نعم، هي صلاة الحبلة. لماذا تسمى الحبلة؟ لأنه كل ركعة بعدها تشهد، لكن إذا أتى بالركعتين مع بعضهما جهلا أو عمدا تبطل صلاته. إن كان خطأ نسيانا أنا متفقه ونعرف، لكن وقت قمت بعد سلم الإمام صليت الركعة الأولى بالفتحة والسورة جهر وقمت للثانية نسيت التشهد، فبالتالي أتم صلاتي وآتي بالتشهد الأخير، ولا عندي التشهد بعد الركعة الثانية نقص، آتي بسجود قبليا إن كنت متفقها، إن كنت جاهلا أو عامدا فصلاتي تبطل، لأن الجاهل لا يعذر بجهله. رأينا إلى حد الآن المسبوق بركعة والمسبوق بركعتين في صلاة رباعية والمسبوق بركعتين في صلاة المغرب. الآن المسبوق بثلاث ركعات، فاتوك ثلاث ركعات، فاتتك الأولى والثانية والثالثة، هذا حكمها في الصلاة الرباعية ظهر عصر العشاء. من التحق بالإمام في الركعة الأخيرة وركع مع الإمام الركوع الركعة الأخيرة الرابعة ورفع رأسه مع الإمام، نقول له قد أدركت ركعة واحدة مع الإمام اللي هي صلاة رباعية ظهر عصر عشاء. في كل الحالات أنت أدركت الركعة الرابعة، آه الرابعة، والركعة الرابعة تؤدى سرا في الظهر وفي العصر وفي العشاء، وتؤدى بالفاتحة فقط في الظهر وفي العصر وفي العشاء، فأنت حصلت على الركعة الرابعة، ماذا فاتك؟ فاتتك الركعة الأولى والثانية والثالثة. وانتبه معي أخي الكريم، سوف ترى كما قلت أنت كذلك، سوف آتي بالركعات مرتبة. انظر في الصورة هذه، أنت حصلت أو التحقت بالإمام وتمت لك الركعة الرابعة سرا بالفاتحة فقط في صلاة رباعية ظهر عصر عشاء نفس الشيء. إذن يسلم الإمام فلا أسلم وأقف لآتي
بثلاث ركعات. الأولى فاتحة وسورة جهرا إذا كان عشاء وسرا إذا ظهر وعصر، والركعة الثانية بالفاتحة والسورة جهرا إذا كان العشاء وسرا إذا كان ظهر وعصر، والركعة الثالثة اللي هي بالفاتحة فقط وسرا سواء. أعود وأقول المسبوق بثلاث ركعات، مسبوق بثلاث ركعات أي أنه دخل في صلاة رباعية مع الإمام، والصلاة الرباعية يعني ظهر عصر وتؤدى سرا، والعشاء تؤدى جهرا، الركعة الأولى والثانية. أنت حصلت على الركعة الأخيرة الرابعة. في كل الحالات سواء الظهر أو العصر أو العشاء فالركعة الرابعة تؤدى سرا بالفاتحة فقط. واضح وخياني؟ يسلم الإمام فلا أسلم وأقوم. لما نقوم ش عندي أنا أقول نعمل حساباتي، فاتتني الركعة الأولى بالفاتحة والسورة جهرا في العشاء وسرا في الظهر والعصر، فاتتني الركعة الثانية بالفاتحة والسورة سرا في الظهر والعصر جهرا في العشاء، فاتتني الركعة الثالثة بالفاتحة فقط سرا سواء في الظهر والعصر ولا في العشاء. لما مش نجيب الركعات لازم نجيبها بالترتيب هذا، فأبدأ بالركعة الأولى فآتي بركعة بالفاتحة والسورة جهرا إن كنت في صلاة عشاء وسرا إن كنت في صلاة الظهر أو عصر. صليت واحدة مع الإمام وواحدة وحدي، قداش ولاو؟ ركعتين. أجلس فأتشهد، هذا التشهد الأول متاعي، ثم أقوم فآتي بركعة أخرى بالفاتحة والسورة جهرا في العشاء وسرا في الظهر والعصر. واضح؟ ثم بعدها نقوم مباشرة وآتي بركعة أخرى بالفاتحة فقط سرا سواء الظهر ولا عشاء ولا عصر، وأتشهد التشهد الأخير وأسلم وأخرج من صلاتي. هل أصبحت هذه الصورة واضحة وخياني؟ واضحة جدا في بالي. أو بالترتيب هكذا يتم أو يقوم المسبوق بثلاث ركعات، وأوريتكم الجهر والسر ومتى نتشهد. إذن مسبوق لم يدرك مع الإمام ركعة، إنسان مسبوق التحق بالإمام فوجد الإمام قد رفع رأسه من ركوع الركعة الرابعة في صلاة رباعية أو في صلاة ثلاثية المغرب، رفع رأسه من ركوع الركعة الثالثة. فإذا وجد الإمام على هذه الحالة أو وجده في السجود السجدة الركعة الأخيرة أو وجده في التشهد الأخير، دائما أخوة الإيمان إذا دخلت التحق بالإمام. بعض الناس قد واقفين ينتظروا، لا، التحق بالإمام، كبر تكبيرة الإحرام والحق الإمام في أي صورة كان. فإذا تبين لك أنك لم تحصل على ركعة واحدة فتذكر الركعات كلها فأنت مسبوق لم تدرك أي ركعة، ماذا تفعل؟ عندما يسلم الإمام لا تسلم وتقف وتأتي بالصلاة على هيئتها كأنك تصلي وحدك. يعني كان صلاة رباعية مش تجيب ركعة أولى وثانية مع بعض بالفتحة والسورة جهر في العشاء وسر في الظهر والعصر وتعمل تشهد، ثم تقوم تجيب ركعة ثالثة ورابعة في الرباعية سرا سواء ظهر وعصر ولا عشاء كيف كيف، وكان هي صلاة مغرب كيف كيف، تقوم تجيب الركعة الأولى والثانية بالفاتحة والسورة جهرا تتشهد، ثم الركعة الثالثة بالفاتحة فقط سرا وتتشهد وتسلم، ولا شيء عليك ولا سجود قبلي ولا بعدي. إن شاء الله ينال ثواب الجماعة، إنما الأعمال بالنيات. أنت قد أتيت إلى الجامع لتصلي الجماعة ولكن سوء تقدير منك لسبب ما فاتتك كل الركعات، إن شاء الله رب سبحانه وتعالى ما يحرمكش من الأجر إن شاء الله. المبحث الموالي إخوة الإيمان، إحنا ما دمنا نتكلم على السهو في الصلاة، أقول سؤال: هل يلزم المسبوق سهو الإمام؟ أنا مأموم أصلي وراء الإمام، هل يلزمني سهو الإمام؟ إن أخطأ الإمام
هل هذا السهو يلزمني أم لا يلزمني؟ أقول نعم يلزم المسبوق سهو الإمام. طبعا نقول المأموم اللي هو مسبوق يلزمه سهو الإمام إذا أدرك معه ركعة كاملة أو أكثر. إذا أدركت معه ركعة كاملة أو أكثر والإمام عنده سهو ومشى من سجود قبلي أو سجود بعدي فهذا مطالب أن تأتي به فيسجد مع الإمام السجود القبلي. نعرف ديما السجود القبلي أنت مطالب أن تسجد مع الإمام لأنك ما زلت سجين الإمام، ما زلت لم تتحرر، لست حرا، أنت سجين الإمام. فإن كان أو إن ترتب على الإمام سجود قبلي فيجب عليك أن تسجد السجود القبلي مع الإمام. أما إذا ترتب على الإمام سجود بعدي فتؤخره حتى تكمل صلاتك وتسجد بعد السلام. وهنا بعض الأخيان الأسبوع الفارط سألني أخ قال لي أنا عندي سجود الإمام عنده سجود بعدي وأنا مسبوق ماذا أفعل؟ أقول إذا سلم الإمام تقف مباشرة لتأتي بما فاتك من الركعات ولا تنتظر الإمام، دعه هو والمأمومين نتاعو يعملوا السجود البعدي. أما أنت كمسبوق قم وأتي بصلاتك، أكمل صلاتك ثم بعد ذلك بعد أن تنهي صلاتك تأتي بركعة أو بركعتين لفاتوك تتشاهد التشهد الأخير وتسلم ثم تأتي بالسجود البعدي بعد أن تسلم. يقول الأخ اللي يسأل قال لما الإمام سلم وعمل السجود البعدي أنا نقعد قاعد ننتظر الإمام حتى يعمل السجود البعدي متاعه وحتى يعود يتشاهد وحتى يسلم باش هيك الوقت نقوم. أنت ستجلس 3 أو 4 دقائق تنتظر الإمام، هذه الجلسة ما محلها من الصلاة؟ هذه زيادة في الصلاة. لا، السجود البعدي تلتزم به وتأتي به لكن لا تنتظر الإمام. إن سلم الإمام فقم مباشرة وأكمل صلاتك وبعد تشهدك الأخير وبعد السلام تأتي بالسجود البعدي. واضح الصورة وخياني؟ تفضل. قلنا لا يلزمه إن أدرك مع الإمام ركعة على الأقل وإلا فلا يلزمه، هذا ما قلت أنا. إن أدرك مع الإمام ركعة كاملة نعم يلزم المسبوق سهو الإمام إذا أدرك معه ركعة كاملة أو أكثر. فالسجود القبلي أنت مطالب أن تتبعه لأنك سجين. نحكي بالنسبة للسجود السجود البعدي فأنت لست مطالبا به، واضح؟ لأنك أنت دخلت مع الإمام وجدت الإمام قد رفع رأسه من الركوع فكبرت ودخلت معه معتقدا أن الركعة ربما فاتتك الأولى فقط، لكن تبين أنه كل الركعات قد فاتتك فهنا أنت أصبحت سجين الإمام، لا تخرج من الصلاة إلا بعد أن يخرج منها الإمام. إذا سجد المسبوق السجود البعدية مع الإمام عامدا أو جاهلا، الإمام عنده سجود بعدي، سلم الإمام وانت مسبوق، أي وإذا أنت قوم لتكمل صلاتك سجدت معه السجود البعدية جاهلا قال ما نعرفش أنا ما نعرفش، أو معامدا، نقول لك بطلت صلاتك، بطلت صلاتك لأنك أدخلت في الصلاة ما ليس منها، لأن السجود البعدي ليس من الصلاة، بعد الصلاة خارج الصلاة. فمن فعل هذا عمدا أو جهلا بطلت صلاته، من فعله ناسيا سهوا إذن يكمل صلاته وهو بطبيعته مش يأتي بسجود بعدي. إذا سجد المسبوق كما قلت السجود البعدي مع الإمام سهوا فصلاته صحيحة ويسجد سجدتين بعد السلام. إذن هذه مسألة السجود القبلي والبعدي. فإذا نقول أن السجود مع الإمام ما دمت قد
تممت بالإمام فسجود الإمام القبلي أو البعدي يلزمك إن حصلت على الأقل على ركعة واحدة أو أكثر. ورأينا أن السجود القبلي يجب أن تتبع الإمام فيه، أما السجود البعدي فلا، عليك أن تقوم وتأتي بصلاتك، تكمل صلاتك وتسلم، ثم بعد ذلك تأتي بالسجود البعدي الذي أتى به الإمام، ولا حاجة لنا أن ننتظر حتى ينهي الإمام، إذا سلم الإمام فقم، هذا مباشرة. تفضل. نعم. أنا جايك. الله يبارك. لو كان انتظرتني تو مش نتكلم عليها. بارك الله فيك. الله يكرمك. إذن المبحث الآن ما حكم المسبوق الذي قام يقدم عليه بعد سلام الإمام فحصل عنده سهو في صلاته؟ أنت مثلا عندك سجود قبلي تابع للإمام، بعدي عفوا، أو أنه ما عندكش مع الإمام، الإمام ما عندوش سهو، أنت قمت، أنت عملت زيادة ولا نقص في صلاتك، وأنت تصلح الصلاة، تكمل في الصلاة. هنا نقولوا لك أصبح مطالب أنك تأتي بسجود قبلي إذا كانك نقصت، وبسجود بعدي إذا كانك زدت. واضحة هذه؟ مثلا أنت فاتتك الركعة الأولى فقمت لتأتي بالركعة الأولى فقرأت الفاتحة فقط وركعت لما تقرأ السورة، هذا نقص، فتأتي بسجود قبلي يترتب عليك وحدك. وإن كان مع عندك مع الإمام سجود بعدي، وطبعا أنت لا تسجد مع الإمام بل تقوم، فأصبح عندك في صلاتك لتكملها ارتكبت نقص، أصبحت مطالب بسجود قبلي لأنك عملت نقص، ومطالب بسجود بعدي مع الإمام، اجتمع عندك النقص والزيادة ماذا تفعل؟ تأتي بسجود قبلي. واضح المسألة؟ تأتي بسجود قبلي. تحدثنا إلى حد الآن من خلال هذه السلسلة من الدروس الفقهية حول باب الصلاة، حول باب الصلاة، تكلمنا عن أنواع الصلوات، تكلمنا عن أوقات الصلوات، تكلمنا عن أوقات الكراهة، تكلمنا عن أوقات الحرمة بالنسبة للنافلة، تكلمنا عن فرائض الصلاة، تكلمنا عن سنن الصلاة، تكلمنا عن السهو في الصلاة، إلى غير من ذلك من المباحث المتعلقة بالصلاة. إذن بعد أن تكلمنا عن كل ما يتعلق بالصلاة ما زلنا نتحدث عن الصلاة في الواقع، ولكن سننتقل إلى الحديث حول مباحث أخرى هي دائما تتعلق بالصلاة، ولكن بالتحديد سنتحدث عن صلاة الجماعة. صلاة الجماعة، الصلاة في جماعة، أن يجتمع المسلمون في صلاتهم في مساجدهم، حكمها وأحكامها. هناك أحكام تتعلق بصلاة الجماعة، لأنه الإنسان يستطيع أن يصلي صلواته فذاً ويستطيع أن يصليها في جماعة، وهذه الجماعة يمكن أن تكون في الشارع، في الحقل، في السوق، أو في الجامع. فما هي الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة؟ أحكام صلاة الجماعة. أقول وبالله التوفيق، أولا حكم صلاة الجماعة. ما هو حكم صلاة الجماعة؟ يعني أن تأتي إلى الجامع وتصلي صلاة فرض من الفرائض، ما هو حكمها؟ هل مجيئك إلى الجامع فرض، فرض عليك، أم سنة، أم ماذا؟ ما هو الحكم؟ نعم، احنا مش نشوفه، تبعني بارك فيك. اقول إقامة الجماعة في المسجد، في المساجد، في الصلوات الخمس، طبعا في الفرائض نتكلم عن الفرائض الخمس، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، ان نقيم الصلوات ونؤدي الصلاة في الجامع جماعة حكمها سنة. سنة أن نأتي جميعا إلى الجامع لنصلي الصلاة الفرائض، مجيئنا وقيامنا وصلاتنا في جماعة هذا سنة عند المالكية، سنة عند المالكية، وواجب عيني عند الحنابلة،
المذهب الحنبلي يعتبره واجب عيني وواجب كفائي عند الشافعية، واجب كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. يأثم من يترك صلاة الجماعة بغير بدون عذر، هذا الحكم حكم صلاة الجماعة ليس حكم صلاة الفرض، أن الفرض كالظهر ولا العصر هيك فرض عليك مش صليه، لكن أن تصلي الصلاة الفرض في جماعة فعلى المذهب المالكي سنة، سنة. يأثم من يترك ذلك بدون عذر، لكن في النهاية الحكم هو سنة. انتظرني حتى أكمل. في غير الصلوات الخمس، في غير الفرائض، يعني في السنن المؤكدة لما نصليه في الجامعة سنة مؤكدة، كما صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح، صلاة الجنازة، فالحكم هنا هو سنة. في غير الصلوات هو حكم سنة. في صلاة الجمعة حكم الجماعة واجبة، لأن الجمعة لا تصلى إلا في جماعة، وأقل عدد أن يكون مع الإمام 11 رجل رجال. مكروهة في النوافل في المساجد والأماكن العامة، يعني ما عندناش سنة مؤكدة، ما عندناش صلاة فرض، تسمعوا فيه يا خياني، ما عنديش صلاة فرض، ما عنديش صلاة سنة مؤكدة، لا هي صلاة عيد، لا هي صلاة استسقاء، لا هي صلاة كسوف، لا هي صلاة استسقاء، لا هي تراويح، نجي ونتلمدوا نعملوا جماعة باش نصليوا نافلة تطوع، تولي مكروهة، هكذا كل واحد يصلي وحده النافلة تطوع. جائزة في سائر النوافل مهما كانت، إن كانت صلاتها في البيت، باش نصليه في البيت، في الحقل، في الغابة، نعملوا جماعة باش نصليه 4 ركعات 8 ركعات تطوعا لله، ما هيش تراويح، ما هيش استسقاء، ما هيش سنة مؤكدة، فهذه جائزة لكم ذلك. لكن في الجامع تكره النافلة إذا لم تكن من السنة المؤكدة، يعني نافلة تطوع. هذا يا خياني حكم الاجتماع في الصلاة. ودليلنا، دليلنا أن اجتماع المؤمنين أو المصلين في جماعة الصلاة المفروضة، احنا قلنا الصلاة المفروضة سنة على المذهب المالكي وهي ليست فرض، هذا ما ذهب إليه المذهب المالكي، واعتمدوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي يقول فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. سيدنا النبي قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. ولذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاضل بين صلاة الجماعة وبين صلاة الفذ، قال صلاة الجماعة أفضل، ولم ينكر على العبد أو على الفذ أن يصلي وحده، فهذا دليل على أن صلاة الفذ مجزئة، مجزئة، من صلى فذا وحده في أي مكان صلاته صحيحة ومقبولة، فلا نقول له صلاتك باطلة لأنك لم تصلي في الجامع جماعة أبدا. بقى إن كان متهاونا ويتهاون ولا يريد أن يصلي مع الجماعة فيأثم، يرتكب إثما ومعصية لله سبحانه وتعالى. إذن أواصل أقول: حضور الجماعة في المساجد لإقامة الصلوات الخمس هو من علامات الإسلام، وهو شعار الدين الذي تتميز به دار المسلمين عن دار الكافرين. شنو الفرق بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر؟ أنه إذا قام صار وقت الصلاة ترى المساجد كلها تأذن والناس كلها تترك الأعمال متاعها والمشاغل متاعها وتتوجه للجوامع باش تصلي. فهذا مظهر بلاد الإسلام، وهذا عزة الإسلام، وهذا هو نمط الحياة الإسلامية. ولذلك لا يليق بك أنت جار المسجد وتسمع الأذان وتقام الصلاة دكانك مباشرة بابه أمام باب الجامع، وتبقى في دكانك تعمل ولا تذهب للصلاة، فهذا عيب عليك
ولا يليق أن تأتي بهذا الفعل. إذن نعود أخوة الإيمان، صلاة الجماعة هي من فروض الكفاية في كل مدينة من مدن المسلمين، يعني في مدينة من مدن الإسلام تعتبر فرض كفاية عند بعض العلماء، لا يجوز الاتفاق على تركها، ما نجموش نتركها. فإذا تواطأ أهل بلد أو أهل مدينة أو أهل قرية كلهم بدون استثناء تواطأوا على ترك صلاة الجماعة، ولا واحد يصلي جماعة في المسجد، الجامع مهجور، إسلاميا شرعيا يقاتلون كما يقاتلون على منع الزكاة وعلى ترك الأذان حتى يرجعوا إلى إقامة الجماعة وإعلان الأذان. وكانت الفتوحات الإسلامية، يعني الجيوش الإسلامية لما تخرج قبل أن يهاجموا يعني يستمعون هل يرفع الأذان في القرية أم لا، فإن رفع الأذان تركوهم وشأنهم، لأنه هذاك شعار الإسلام. ورد في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، حذروا ليحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، أي أذهب إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، الناس قاعدة في ديارها، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو كان يعرف أنه مش يجي مش يلقى زردة، راه تو يجي يصلي بشكل الزردة ملا. وبالتالي هنا وقت سيدنا النبي يقول نخلي شكون يصلي ونذهب نحرق، هل هذا يعني أن سيدنا النبي سيحرقه؟ كيف وهو الرحمة المهداة، كيف وهو لم يؤذي قطة أو حيوانا أو حشرة؟ هذا ليس من خصال سيدنا النبي، ولكن هنا بشيء أي بينك سيدنا النبي فظاعة وشناعة من أو الذين يتركون صلاة الجماعة، خاصة إذا كانوا جيرانا للمسجد ويسمعون النداء، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يتخلفوا عن الجامع. الحديث الآخر يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، رجل أعمى لا يرى، فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وتصوروا كيف كانت الطرقات في زمن سيدي النبي، طرقات فيها حفر، فيها حصى، فيها حجارة، فيها أغصان، فيها يعني فيها أخطار، وكانت الطرقات مظلمة، ليست مضاءة كحياتنا وطرقاتنا. نحن الآن طرقات مضاءة، طرقات معبدة، سيارات تنير الطرقات إلى غير ذلك. فقال له: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني وأنا رجل أعمى، يعني قد أقع في حفرة، قد أصطدم بجدار بشجرة، فأذن لي يا رسول الله ألا أخرج إلى صلاة العشاء. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هالرجل، أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أنت رجل أعمى ما يسالش، ما عندكش يكون يجيبك ما يسالش. فذهب الرجل، فلما ولى يعني مشى دعاه النبي، طلب النبي من الصحابة، قال: أعيد إلي هذا الرجل، دعاه. فقال للرجل: هل تسمع النداء بالصلاة؟ هل تسمع صوت المؤذن؟ قال الرجل: نعم. قال: فأجب، أمشي صلي الجماعة. ليس معنى هذا أن صلى هذا الرجل في بيته صلاته باطلة، أبدا لا تبطل الصلاة، ولكن لا يجوز ولا يليق، لا يليق بمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعي أنه من المسلمين أن يتخلف عن صلاة الجماعة، خاصة إذا كان قريبا من المسجد أو يسمع الأذان، فلا يليق ذلك ولا يحق أن له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. إذن هو أحاديث هذه فيها تشديد لحمل الناس على المواظبة على صلاة الجماعة، لحمل الناس. فليس معنى أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم
قوله أن يحرق عليهم بيوتهم أنه سيحرق، هذا محال، وهذا ليس من فعل النبي. هو كان في الحرب، في الحرب يوصي المقاتلين، يقول لهم لا تهدموا بيتا ولا صومعة ولا تقتلوا راهبا ولا امرأة ولا صبيا ولا تحرقوا زرعا، حتى الزرع ما تحرقوهش، قاتلوا من قاتلكم فقط. فكيف يحرق أناسا من المسلمين أو من المؤمنين ربما لم يشهدوا صلاة الجماعة؟ فبالتالي هي الأحاديث فيها تشديد، فيها وعيد، فيها توعد لحمل الناس على أداء الصلاة في الجماعة في المسجد. أخوة الإيمان، نكتفي بهذا القدر اليوم، وفي هذا القدر كفاية والله تعالى أعلم، على أن نواصل إن شاء الله تعالى بقية المباحث المتعلقة بصلاة الجماعة في الحصة القادمة يوم الاثنين المقبل إن شاء الله تعالى، بداية من بعد صلاة المغرب، من بعد أداء صلاة المغرب إلى حدود صلاة العشاء كما ترون، والله تعالى أعلم. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا ناصر المستضعفين، صل على نبينا الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ألن قلوبنا واجمع شملنا وانزع الأحقاد من قلوبنا واحفظنا من الشقاق والقطيعة والنفاق، وسلمنا يا مولانا من الخصومة والفحش وسوء الأخلاق. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، نسألك أن تحفظنا والمسلمين من الفتن والبلايا ومن الآفات والرزايا. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح بنات المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. برحمتك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.